من الرياض إلى مسقط إلى عمان إلى طهران مؤخراً، يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جورنبيرغ إنقاذ خط سير الهدنة الإنسانية في البلاد واستجلاب الدعم الدولي والإقليمي ليتم تجديد الهدنة لفترة أطول أملاً في إيجاد أرضية مشتركة يتم البناء عليها وتحقيق السلام. وبحكم أن التمديد الأخير للهدنة لم يتبقى منه سوى أسبوعين، يسابق المبعوث الأممي الزمن في انتزاع موافقة جديدة لتمديد جديد. يقول اليمنيون إنه لم يعد يجدي نفعا ولم يعد يمثل لهم أي بارقة أمل بشأن إيقاف الحرب. بصراحة كنا متفائلين بالهدنة الأولى كما سمعنا عنها وبدأت، وما عشناه خلال فترة الهدنة الأولى لم نلمس أي تغيير ولا أي تقدم للأحسن، خاصة في محافظة نتعز أو محافظة المناطق المحررة اللي تبع الشرعية. أما الآن تمديد الهدنة إلى فترة، ماذا عملوا في الهدنة الأولى عشان يمدونها في الهدنة الثانية؟ تترافق جهود تثبيت الهدنة وتمديدها التي تقوم بها الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف اليمني على وقع التصعيد العسكري للأطراف المتحاربة وتلويح الحوثيين باستهداف ممر الملاحة الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. والمثير للإعجاب والدهشة في نظر يمنيين هو مطالبة الحوثيين بالعديد من المطالب والشروط، في حين لم يلتزموا بأي شرط من شروط الهدنة وبنودها، وفي مقدمة ذلك فتح الطرقات والمعابر في تعز. إذا كانت الهدن هدنة وراء هدنة، ماذا استفاد المجتمع اليمني؟ ماذا استفاد المواطن؟ ما استفدنا نحن كأشخاص؟ الهدنة لم تفيد المجتمع اليمني، وأصبح الآن المواطن فاقد الثقة. مهما تمددت هذه الهدن فليس هناك ثقة عند المواطن أن تجدي بشيء أو أن يستفيد منها أو من هذه الهدن. الهدن استفادت منها فئات معينة. إذا كانت ما زالت إلى حد الآن هناك شروط لتمديد الهدنة، إذا كانت الهدنة لم تفتح معبر واحد ولا منفذ واحد للمواطن اليمني الذي يموت في الطرقات، ماذا ننتظر؟ للأمانة المواطن فقد الثقة ولا ننتظر شيء، ونحن نعرف إن الهدنة الأخيرة أو ما بعدها أو ما بعدها ستكون ما كانت فيه الهدنة الأولى. يرى مراقبون بأن فشل البناء على الهدنة الحالية في لحظاتها الأخيرة هو فشل الدبلوماسي السويدي كمبعوث لليمن، والذي يحاول الاستنجاد بمجلس الأمن وبعض الفاعلين الدوليين في إنقاذه من الفشل ومساعدته في فرض مزيد من الضغوط على الأطراف اليمنية والتي تحضر أثناء التمديد وتغيب أثناء التنفيذ. تدرك الأمم المتحدة أن انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر المقبل دون إنجاز اتفاق هدنة موسع أو تثبيت وقف إطلاق النار يعني عودة الحرب في البلاد إلى الواجهة من جديد. وعلى الأرجح الآن لن يكون تمديد الهدنة بشكلها الحالي ممكناً لفترة أخرى، ولن تقبل به الأطراف اليمنية، ما يعني أن حلحلة الملف اليمني أصبحت معقدة في ظل التعقيدات السياسية الراهنة. معاذ منصر، اليوم، تعز.